السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف العراقي في ظل استمرار الانتفاضة الشعبية للشهر الثالث على التوالي. إذن كشفت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء عن حصيلة ثقيلة منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد، وصلت لمقتل 489 متظاهرا وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين في المظاهرات الاحتجاجية التي اقتربت على نهاية شهرها الثالث على التوالي. وقال عضو المفوضية الدكتور علي البياتي إن عدد المختطفين من الناشطين المدنيين في ساحات التظاهر بلغ 77 ناشطا، تم إطلاق سراح 12 منهم، فيما قتل 33 آخرون. أما سياسيا وفيما يتعلق بالأزمة وتسمية رئيس جديد للحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، أعلن المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة العراقية قصي سهيل اعتذاره عن تولي المنصب، وذلك بعد وثيقة رسمية صدرت اليوم الأربعاء في ثاني تراجع من نوعه في غضون أسبوع لمرشح تدعمه إيران بقوة للمنصب بعد إقصاء محمد شياع السوداني بفعل ضغط الشارع العراقي. في المقابل قالت مصادر سياسية مطلعة في بغداد إن محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني هو المرشح الأوفر حظا ليحل محل سهيل. وأكدت مصادر رفيعة في بغداد أن تحالف البناء الذي يضم كتل الفتح ودولة القانون وعطاء وصادقون، وهي الكتل الأكثر التصاقا بإيران، قدمت محافظ البصرة أسعد العيداني للمنصب، وهو ما قد يسبب استفزازا للمتظاهرين خاصة سكان البصرة الذين يتهمون أسعد العيداني بالفشل في إدارة المحافظة بالعامين الماضيين وتردي الخدمات فيها، عدا عن كونه متهما رئيسيا بقمع التظاهرات الحالية. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث اليوم عن الملف العراقي وعن تطوراته فيما يتعلق بالترشيح لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لعبد المهدي. نبدأ الحلقة ونبدأ الحوار والنقاش، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. تتواصل الانتفاضة الشعبية في العاصمة العراقية بغداد ومدن الوسط والجنوب ضد الطبقة السياسية الحاكمة، ورفض لأي مرشح تسميه الأحزاب والكتل السياسية لشغل منصب رئيس الوزراء. موجة التظاهرات زادت اليوم، حيث شهدت مدينة الديوانية تصعيدا في مظاهر الاحتجاج بعد قيام متظاهرين بحرق مقار أحزاب وميليشيات وإغلاق عدد من الطرقات إثر وفاة ناشط المدني ثائر طيب على خلفية جروح أصيب بها. وفي تجدد لمسلسل الاغتيالات، نجا الفنان العراقي أوس فاضل من محاولة اغتيال على يد مجهولين حاول استهدافه في إحدى شوارع بغداد. وبعد أسابيع من الجدل بين الكتل والأحزاب في مجلس النواب، صوت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد الذي يسمح بنظام الترشح الفردي بدلا عن قوائم الأحزاب، كما ينص على فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. القانون ينص أيضا على اللجوء إلى القرعة في حال تساوى أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير، وعند شغور مقعد في البرلمان يحل محله المرشح الأعلى صوتا في الدائرة الانتخابية. ولكن هذا القانون لم يرضي تطلعات الشارع العراقي، فقد شهدت عدة محافظات عراقية تظاهرات ضد قانون الانتخابات الجديد، ورد المتظاهرون شعارات تؤكد أن الكتلة الأكبر هي دماء القتلى من المتظاهرين في التحرير، وأن الحراك هو من سيشكل الحكومة. إذن تابعنا التقرير مشاهدينا الكرام، ونفتح الحوار والنقاش، وأرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور قحطان. بداية، كيف تقرأ التطورات الحاصلة وأبرز ما يجري اليوم في العراق مع وصول هذه الثورة العراقية؟ يعني اقتربت لاختتام الشهر الثالث وبدأ الشهر الرابع بعد أيام، اليوم المشهد كيف تتابعونه؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك. المشهد في رأينا ما زال هو على الخط الذي بدأ به. هناك تصاعد واضح للشارع العراقي، وهناك صار على ما يذهب إليه وذهب إليه. أيضا بالمقابل الحكومة ما زالت تسعى إلى حلول ترقيعية
بدأت في تغيير أو ثقافة الوزراء ومحاولة تسمية السجل عنه، وثم القانون المؤخر صدر ما يسمى بالانتخابات الجديد. والمشكلة الكبرى التي لم يدركها المسؤول الرسمي الآن هو أن هو طرف أساسي في المشكلة وليس في الحل، وبالتالي إنتاج هكذا قانون من قبل الجهات المعنية في العملية السياسية بحد ذاته هو تلاعب على إرادة الشعب وقبض فوق إرادة الشعب، وبالتالي التعديلات التي حصلت لا تلبي الطموح، وإن جاءت بعضها لا بأس بها، ولكن في المحصلة ما زالت هناك الإقصاءات يتضمنها القانون، وهناك أيضا القائمة المفتوحة لمجموعة معينة شبكة تكتل سياسي، وبالتالي تبقى الأمور كما هي، ولكن ليس سوى عملية التفاف على رغبة الجماهير. نعم. طيب اليوم دكتور قحطان، يعني فيما يتعلق بأزمة تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية خلفا لعادل عبد المهدي، المرشح الأوفر حظا انسحب قبل التكليف، قصي سهيل اعتذر اليوم عن التكليف المتوقع لرئاسة الحكومة، ما السبب في ذلك وكيف تتابع هذا الموضوع؟ هو أولا ليس أوفر حظا حقيقة الأمر، لأن الحظوظ لا تحسب على أصحاب العملية السياسية بقدر ما تدلل عليها الحراك الشعبي الذي هو رفض بدءا العملية السياسية بآلياتها وشخصها وما أي إجراء يذهبون إليه، وبالتالي لا سهل ولا غير سهل هو أوفر حظا. نعم. بالمقابل أيضا هو ما زالت عملية المحترك السياسي الشائك الذي تحاول أن تذهب إليه الدولة ما زال قائما، الحكومة أقصد، وعملية رمي خيار البديل عن طريق القوى السياسية أو البرلمان هو مشكلة كبيرة. ثم المشكلة الأكبر التي ما زال لا يعيها القائمون على العملية السياسية أن رئيس الجمهورية هو أحد أطراف العملية السياسية الفاشلة، وبالتالي تقديم مرشح له وموافقته وتصويت البرلمان وموافقته والقوى السياسية الفاعلة ما زالت موجودة، وبالتالي أنا أتوقع أن هذه الإجراءات لا تفضي إلى شيء نهائيا، ودليل على ذلك أن الشعب العراقي ما زال رافض لأي إجراء يذهبون باتجاهه، والحراك الشعبي لا يوافق هذه التوجهات. إذا نتوقع أن الأمور ستذهب إلى حالة أسوأ، وأي مرشح قلنا قادم لا يفترق عن المرشح السهل أو غير السهل. نعم. طيب اليوم أيضا دكتور، تحالف البناء قدم مرشح آخر بعد انسحاب قصي سهيل، وهو أيضا العيداني، يعني محافظ البصرة أسعد العيداني. لو نتحدث عن هذا الاسم، يعني من هو العيداني وهل هو مقبول أيضا من الشارع وخصوصا من أهالي محافظة البصرة؟ التفاصيل الدقيقة لشخصه لا أمتلكها، ولكن أعرف بشكل عام اتجاهات الشارع البصري خلال العملية السياسية برمتها وشخوصها وآلياتها. نعم. وبالتالي العيداني هو أحد أساسيين العملية السياسية في البصرة، وقد ثبت عليه بعض الأمور غير إيجابية، ويكفيه لا إيجابية هو أنه جزء من العملية السياسية خاطئة، وبالتالي لا أتوقع هذه المجموعة أو هذا الشخص سيحظى أيضا بأي شيء إيجابي، وستكرر عملية ذلك، وننتظر. بل هنا أنا أدعو الحكومة أن تهيئ مرشح ثالث ورابع وخامس حتى تصل إلى ما يؤكد أنها على خطأ، وبالتالي الرفض سيكون كيد الموقف. ليس العملية تتحمل أن شخص ثبت فشل خلال 15 عام أو 16 عام ثم يعود إلى يدعي أنه سوف يصحح، هذه مسألة ليست منطقية بالمرة ولا تثمر، وبالتالي أتوقع الشارع العراقي سيؤكد ما قلنا وهو رفض لهذا الشخص أو لأي شخص آخر. طيب يعني دكتور، أنت أشرت إلى نقطة، يعني على الحكومة أن تحضر أيضا مرشح رابع وخامس وسادس، إلى متى هذا الموضوع سيستمر؟ يعني هذا الخلاف بين الكتل والأحزاب السياسية وبين تسمية هذا الرئيس رئيس توافقي للحكومة المقبلة، يرضى هو الشعب العراقي على الأقل؟ طالما هذه القوى السياسية متمسكة بآليتها
وببرنامجها السياسي أو بما هي مقتنعة به، ولا طالما لا تستمع إلى صوت الشعب الحقيقي ولم تفتح المجال حقيقة إلى الكفاءات العراقية لكي يسهموا إسهاما حقيقيا بعيد عن إرادة الحكومة العراقية القائمة أو القوى السياسية، نقول تبقى هذه الدوامة سائرة وتبقى الدوامة تثقل كأهل العراقيين. بالمقابل أيضا العراقي الشعبي ما زال صامد وما زال ثابت على خطواته، بل يتسع شعبيا ودائرة دولية أيضا تتسع باتجاه دعم هذا التكتل وتدين ممارسات الحكومة الرسمية حيال الانتظارين. وبالتالي نتوقع أن العملية تبقى هكذا لأنهم يراهنون على الوقت ويتوقعون أن الحراك سيعود أدراجه بعد أن يصعد وثم تصفى لهم الأجواء. ولكن في أي متابع منطقي معقول يرى أن ليس من المنطق هكذا تفكير، بل هو قفز على الواقع وقفز على معطياته. وبالتالي أعيد وأكرر، سيتبقى هذه المجموعة مجاميع باقية وتبقى العملية هكذا في سجال. للأسف الشديد يدفع العراق بالمقابل الثمن الباهظ لهذه المماطلة. طيب اليوم دكتور أيضا يعني بعد أسابيع من الجدل وأيضا الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية، تم تمرير قانون الانتخابات الجديد في البرلمان العراقي يوم أمس. برأيك هذا البرلمان يعني لماذا أحدث كل هذا اللغط، ولماذا أصبح يعني مثار جدل للعراقيين وأيضا للأحزاب السياسية، وكيف تابعتم القانون الجديد؟ هذه المحاولات التي يقوم بها البرلمان هي جزء من محاولات الإبقاء على العملية السياسية وأظهار نوع من التصحيح كما يدعو. المشكلة الأساسية في القانون لم يتم تجاوزها، وهي مشكلتين أساسيتين. أولاً حالف الإقصاء الواردة في البند الثامن، المادة الثامنة وأظن الفقرة الأولى، التي ما زالت هناك ما يسمى مساءلة وعدالة، وهذا هو المشكلة الكبرى. أن هذه بالذات تطبيقاتها يصيبها الخلل الكبير، وبالتالي من يروه مناسبا يروق لهم يمرر، ومن لم يروه رائقا لهم يتم مساءلته ويتم استبعاده. هذه مشكلة أساسية. اثنين، القوائم التي ما زالت هي إحدى أشكال الانتخابات، فجاءت بفقرات لاحقة أن هناك قوائم وهناك هذه القائمة ما زالت إذا ما طبقت ضمن آلية تطبيقها السابقة وهي تجاوزات حتى على الدستور والقانون، نرى أن هناك سيكون حالة مماثلة إلى أن القائمة تحتفظ بالأصوات التي يحصل عليها أحد الأطراف هذه القائمة لتوزع على بقية الأطراف، لأنها لم ترد صراحة الخروج عن هذه الآلية، بمعنى أن الدستور أن القانون لم يرد إلى أن القائمة إذا ما حصلت على أصوات معينة فلكل فرد له صوته وليس المجموعة، وبالتالي قد يصار إلى تطبيقاتها كما طبقت في الماضي، لأن الماضي ما كانت هناك فقرة قانونية تشير إلى أن الأصوات توزع على القائمة، ولكن طبقت عمليا. إذن الإبقاء عليها وعدم رفعها وعدم توضيحها يشير إلى أن هناك مأرب كبير يقف خلفها، وليس هذا رجما بالغيب، ولكن واقع العملي بالسنين الماضية كان يدل على ذلك كاملة. ثم أن المفوضية ذاتها وعلية إنتاجها هي كررت نفس الأخطاء كما لاحظنا. جميع القضاة التي تم انتخابهم كانوا جزء من أحزاب سياسية ومرشحين أحزاب سياسية، وهذه مشكلة كبيرة. لماذا احنا أساسا لماذا نضع هذه الحلقة الدائمة التي يتم اختراقها قبل الانتخابات؟ لا كان لابد أن يكون إلى حالة أخرى أصح، وهي مثلا أن لجنة تشكل عند بدء الانتخابات وليس مفوضية دائمة تكون ثابتة لها طرف فعال في تنسيق الأحزاب وتنسيق الأحزاب وسياراتها وبتتم اختراقها. طيب دكتور، يعني فيما يتعلق في هذا القانون، من هو المستفيد الأكبر يعني، ومن هو الخاسر الأكبر من القانون الجديد؟ تبقى الأحزاب السياسية ذاتها هي الرابحة، لأن القوائم دائما ما تكون هي تشكل هذه المجموعة. اثنين،
المستوى العلمي كما لاحظنا في المرشحين يحاول على فقط الإعدادية، هذه مشكلة كبرى. يعني لماذا؟ أنه ستعطي مجال لأناس لا يملكون الخبرة اللازمة لأن يقوم بهذا المهم، وبالتالي قد يذهب إلى أن يكون هناك شخصية كالشيخ العشيرة أو الشخصية الطائفية أو المذهبية التي لا تمتلك مؤهل علمي، قد تكون هي أحد الفرص الآتية لها والمفتوحة. إذن الأحزاب السياسية القوى التي لا تمتلك شهادة عليا غير المذكورة رخيصة الثمن، وبالتالي يتم عملية شرائها. إذن هنا خلل كبير في الآلية من حيث القوائم المفتوحة ومن حيث المستوى العلمي للمرشحين. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في الحديث عن الملف العراقي وعن أزمة تسمية رئيس الحكومة الجديد، وعن البرلمان وعن إقرار البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد الذي أثار العديد يعني من التساؤلات وأثار اللغط الكبير بين الكتل والأحزاب السياسية وأيضا بين الشارع العراقي المؤيد والرافض لهذا القانون الجديد. سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار واستكمال أيضا الملف العراقي، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، مستمرون معكم في الحديث عن الملف العراقي. أرحب بضيفي الذي انضم إلينا قبل قليل المحلل السياسي العراقي السيد حسين السبعاوي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله، أهلا ومرحبا بك. تابعنا التقرير اليوم في بداية هذه الحلقة، الانتفاضة العراقية، الثورة العراقية اقتربت على نهاية الشهر الثالث، يعني وقت طويل، دماء تسال، استخدام للرصاص الحي، اغتيالات، وكل شيء حصل في الثورة العراقية. كيف تقيمون المشهد اليوم وأبرز التطورات الحاصلة؟ يعني حقيقة أنا أعتبر أنه الانتفاضة العراقية هي حدث عام 2019، من حيث الأداء، من حيث المطالب، من حيث النوعية، من حيث الحفاظ على السلمية رغم كل العنف. نعم، حدثت هناك تظاهرات في دول عربية أخرى، مثلا في الجزائر 6 أشهر، لكن لم يحدث عنفا، لم يقتل من المتظاهرين. حدث في لبنان لكن لم يكن بحجم التضحيات اللي قدمها الشعب العراقي. أعتقد هي حدث عام 2019 التظاهرات العراقية، إضافة أنها من مناطق الوسط والجنوب التي كانت تمني نفسها الحكومة وإيران بأن هذه عمق استراتيجي وحاضنتها الانتخابية. اليوم جاءها الرد من هذه بين قوسين الحاضنة تدعيها، وانتقلت هي في مراحل من التظاهرات إلى الانتفاضة إلى الثورة. هذا دليل على وعي القيادة القائمة على هذه الانتفاضات أنها تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها في العراق. نعم، اليوم يعني المفوضية العراقية لحقوق الإنسان في كل فترة يعني تتحدث عن حصيلة لهذه الثورة العراقية. في آخر الحصائل الحاصلة اليوم هنا حصيلة ثقيلة، يعني وصلت إلى 498 قتيل وإصابة أكثر من 27,000، وعدد المختطفين من الناشطين المدنيين بلغ 77 ناشط، فيما قتل طبعا أكثر من 33 ناشط. برأيك هذه الأرقام أقرب إلى الواقع أم أنها بعيدة نوعا ما عن الواقع؟ لو أخذنا أن هذه الأرقام هي الحقيقية، هذه تعتبر جريمة ضد الإنسانية، هذه تعتبر جريمة دولية. هناك مختطفين، هناك اغتيالات، وليس مواجهة قتل في مواجهة. هناك أكثر من 500 شهيد، 27,000 جريح، كلهم من طرف واحد، بما يسمى أيضا من داخل الحكومة بالطرف الثالث. هذه جريمة، جريمة ضد الإنسانية. ولكن تأكد أنه لو لم يكن هذا المشروع الذي موجود في العراق وفي بقية الدول العربية ترعاه إيران لكان العالم جميعا انتفض. لكن لأنه إيران هي الراعية لهذا العنف ولهذه المشاريع، تجد العالم صامتا صمت القبور. ما يجري في العراق، ما يجري في سوريا، ما يجري في لبنان، ما يجري في اليمن، كل هذا هو مشروعا إيرانيا أو يعني ترعاه إيران هذا المشروع. تجد المجتمع الدولي صامتا صمت القبور اتجاه هذا، اتجاه ما يجري. بينما لو كان الأمر بالعكس،
لكان انتفض هذا العالم المنافق. لهذا السبب علينا أن نعرف موقع إيران داخل المجتمع الدولي، من هي؟ هي إسرائيل الثانية، هي الكيان الصهيوني الثاني. إن كانت كيان الصهيوني تحتل فلسطين، فأيضا إيران تحتل كثير من العاصمة العربية، وهم شريكان في العداوة لهذه المنطقة العربية والإسلامية. نعم. طيب اليوم يعني فيما يتعلق بالناشطين الميدانيين، يعني خصوصا في الفترة الأخيرة، هذا المسلسل لم يتوقف أبدا، مسلسل اغتيالات الناشطين وأيضا المتظاهرين، وآخرها يعني كان اليوم تشيع في الديوانية لمتظاهر يعني أصيب بجراء عبوة ناسفة قبل 10 أيام تقريبا، وأيضا حدثت أعمال من حرق المقار للأحزاب والميليشيات التابعة لإيران. أيضا فيما يتعلق بهذا المسلسل، مسلسل الاغتيالات، هناك محاولة كانت لاغتيال ممثل عراقي مشهور في العراق، نتابع لقطات لهذه المحاولة، محاولة الاغتيال، وأيضا كان هناك تصريح لهذا الممثل العراقي، أسباب يعني كثيرة تتحدث عنها، يعني نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام ونعود للتعليق عليها مع الأستاذ حسين. هس هذول حياتهم وعه انضرب مو هذا هس هاي قبل نص ساعة هي صعدت، هاي الطلقة الأولى شوفوها زين، هاي هنا الطلقة الثانية، وهنا جت الطلقة الثالثة، محاولة فاشلة. ذول الزبايل يعني ايش عبالكم انا خفت؟ والله لا انا على والد والديكم يا زبايل. عدت ما لحقوا، ضربوني 3 طلقات، واحدة جتي جو الباب، واحدة بالباب، واحدة بالجامع. هم هدفهم انه يضربون الناس الناشطه، الناس اللي مسانده الثوره، خاطر يسكتون صوت الحق. هذا ابعد ما يكون. احنا باقين على خطانا، باقين على ثورتنا، حققنا اهداف. اليوم البرلمان اقر قانون الانتخاب الفردي، بعد عندنا هواي اهداف. احنا اكبر من انه نباوع على هاي الامور. احنا 40 مليون، هم ما يطلعون 100 ألف، يعني احنا هواي اكثر من عندهم. زين ان شاء الله باقين على خطانا، وان شاء الله تتحقق كل اهدافنا. زين هاي قضية وطن. إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذه اللقطات الأولى للمحاولة الاغتيال، وأيضا تصريح الممثل العراقي أوس فاضل. أستاذ حسين، يعني في الفترة الأخيرة كان هناك دائما يعني هذا السيناريو نفسه، في دراجة نارية، مسدس كاتم، وعملية اغتيال. اليوم طالت ممثلين عراقيين، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ يعني بالنسبة للحل الأمني استخدمته الحكومة منذ البداية، منذ 11 وإلى الآن، وقبل 11 هي المظاهرات السابقة، الحلول الأمنية لن تتخلى عنها الحكومة. استخدمت الميليشيات الإجرامية في مواجهة المتظاهرين وقيادة التظاهرات وجميع الناشطين، هذه جريمة تضاف إلى الجرائم الأخرى. هنا سؤال يطرح نفسه، عندما حدثت في الوثبة قضية مقتل أحد النشطاء أو أيا كان، وعلقت جثته وهو مرفوض التمثيل في أي جثة كانت، انتفضت الحكومة وأحزابها وأعلامها وإلى آخره، وتهدد وتتوعد، وألقت القبض على من فعل هذه الفعلة. لكن في مثل هذه الأفعال والمسدسات الكاتمة والملثمين والمندسين والطرف الثالث، لم نسمع تصريحا حكوميا لا في إدانته، ولا نسمع القاء قبض على أمثال هؤلاء. هذا هنا الازدواجية في التعامل، هنا نعرف من هو الطرف الثالث. عندما كانت حادثة الوثبة، انتفضت الدولة بمؤسساتها، بأحزابها، بإيراني، حتى إيران انتفضت، المسكينة منك انتفضت ما تتحمل. طيب عندما يقتل 500 مواطن، لم نسمع لا الإعلام ولا الناشطين ولا الأحزاب، ولا يقل قبض على أحد منهم. هذا هو الطرف الثالث الذي يتكلمون عنه، هي الميليشيات المرتبطة بإيران. لا يوجد طرف ثالث، يوجد نظام ويوجد شعب، لا يوجد شيء اسمه طرف ثالث. أكو شعب منتفض، وأكو نظام حاكم
ينوع عمليات الاغتيال ووسائل الاغتيال، مرة من خلال قوات مكافحة الشغب، مرة من خلال ميليشيات، مرة من خلال ناشطين، أيا كانت، لكن هو طرف واحد اسمه الحكومة وطرف ثاني اسمه الشعب. طيب سنعود لاستكمال هذه النقطة ونتحدث عن الأزمة السياسية في تسمية رئيس الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي، ولكن الآن أرحب بضيفي الدكتور هلال الدليمي الباحث في الشأن العراقي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور هلال. اهلا وسهلا بك، مرحبا، حياكم الله. اهلا ومرحبا بك دكتور. يعني الى اين وصلت هذه الازمه السياسيه فيما يتعلق بتسميه رئيس جديد للحكومه العراقيه خلفا لعادل عبد المهدي؟ اليوم ابرز تطورات المشهد هو اعتذار قصي السهيل وانسحابه من المشهد، وهو كان يعني مرشح ابرز، او ليس مرشح، هو الاكثر طرحا في بورصه الاسماء، اليوم انسحب. دلالات هذا الانسحاب برايك وما السبب في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم، نهنئ العالم كله بمناسبة العام الجديد، ونهنئ إخواننا المسيحيين في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد. أولا القضية العراقية هي النكتة الأكبر، أنه حكمونا 16 سنة والآن الشعب العراقي طلب منهم أن يرشحوا واحد شريف نزيه واحد فلم يستطيعوا. إذن هذا هو الحكم الأقسى على هؤلاء، هو الحكم الأصح، أنهم ما بينهم شريف، هذا واحد. اثنين، كل الكلام الذي يدار في من قبل الأحزاب المتسلطة على رقاب الشعب العراقي هو أنهم يريدون الاستمرار بالحكم. الشارع العراقي له متطلبات بسيطة جدا، أنه لا يمكن أن نقبل شخص شارك بالعملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن ويجب تغيير الدستور الأعرج الذين يتعكزون عليه. طيب الحكومة يعني ما الذي تحاول أن تعمله اليوم من خلال استبدال هذه الأسماء وتدويلها في المشهد العراقي؟ هذا العملية هي كسب وقت والمراهنة على المطاولة مع المنتفضين في العراق لكي يصيبهم الملل أو يجدون طريقا آخر للقضاء عليهم. هذا هو الرهان، وإلا من البداية المنتفضون قالوا هذه المطالب واضحة وأعطوا الشعب العراقي أعطى دماء. أنت تتخيل عندما يكون عدد الشهداء نحسبهم كذلك عند الله أكثر من 800 شخص و20,000 جريح والعدد في زياد، ممكن أن يتنازلوا وننسى دماء هؤلاء لكي نقبل بشخص شارك في العملية السياسية ابتداء التي عليها ما عليها من الكم الهائل من النقمة الشعبية؟ إذن القضية قضية مطاولة وقضية اللعب على حبال الوقت، وهؤلاء متشبثون بالكرسي لأنهم يعرفون بالنتيجة مهما فعلوا لن يوافق الشعب العراقي على ما يقترحه، ولهذا السبب هم يبدلون الأسماء ويطرحون أسماء جديدة وهكذا. وحتى القانون الأعوج، قانون الانتخابات، فصلوه تفصال عليهم. هذا السبب أنه طغمة الفساد وهذا القدر الفاسد لا يمكن أن يطعم الشعب العراقي منه طعاما زكيا. فبالتالي نحن نعلم والشعب العراقي على وعي تام من هذه اللعبة التي أرادوا أن يمارسوها عليه، وهو قضية القضم الوقت والرهان على المطاولة، زج الميليشيات، الاعتقالات والاختطافات، اعتقال ذوي الناشطين في التظاهرات من أبنائهم وأولادهم وأقاربهم وهكذا، لأنه سلطة جائرة تعمل ما تشاء. نعم الآن دكتور، يعني تحالف البناء سحب المرشح الأول أو الثاني يعني قصي السهيل، واليوم طرح مرشح جديد أسعد العيداني محافظ البصرة، هل هو يعني اليوم مرشح فعلا لتسلم المنصب، وهل هو مرضي عنه من إيران؟ أولا قصي السهيل لم يسحبوهم، قصي السهيل قدم رسالة اعتذار عندما رفضه الشارع العراقي. نعم. والعيداني هناك أنباء من البصرة بأنه لم يتم ترشيحه، ولكن دعنا نذهب مع هذا القول. كل من ترشحه هذه الأحزاب فهو مرفوض، لأنه المطالب واضحة أخي، لما قال كتبوها وطبعوها وزعوا لكل العالم. نحن لا نقبل على نظام الأحزاب قاطبة، رفض الأحزاب قاطبة، كل الأحزاب للشركة العملية السياسية مرفوض أي واحد يترشح من قبلها. اثنين، مرشح يكون مرضي عنا من قبل الشعب العراقي، هم الكتلة الأكبر، الشهداء هم الكتلة الأكبر، وليست الكتلة الأكبر التي تصبح في البرلمان بالتزوير 17% و18%. إذن كل المسميات مرفوضة لأنها من ضمن هذه الدائرة،
ودائما يلعبون على نفس الطرف. يعني المشكلة مو بالأشخاص، مشكلة بالنظام السياسي. يعني أنا ليس لدي مشكلة شخصية مع قصي السيل ولا المواطن داخل الشارع، لدي مشكلة شخصية ما عدا أنه هذا النظام السياسي والمتحزبين معه وهذه الأحزاب كلها فاسدة. بالتالي الرفض رفض للنظام السياسي بأحزابه بدستوره ببرلمانه، هذه هي القضية. طيب أشكرك جزيل شكرا دكتور هلال الدليمي الباحث في الشأن العراقي، شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. أعود إليك أستاذ حسين، يعني هذه الأزمة طالت، موضوع تسمية رئيس خلفا لعادل عبد المهدي، مرشح أول شيع السوداني وقصي السهيل، تم يعني لا نقول حرق الأسماء ولكن يعني اعتذار الأول أو سحب الثاني بسبب ضغط الشارع العراقي. اليوم هذا المرشح الآخر أسعد العيداني، ما السبب في ترشيح هذا المرشح أو هذا الاسم بالتحديد؟ يعني أولا هو أسعد العيداني لن يكون هو المرشح، هذا الحكومة اعتمدت على آلية قيادة التظاهرات تفهمها، تقدم مرشح ثم التظاهرات ترفضه ثم تقدم آخر تدرك أنه مرفوض. المرشح الأصلي لحد الآن لم تقدمه ولم يظهر لحد هذه اللحظة، ولكن يريدون أن يقدموا مجموعة مرشحين مرفوضين حتى يرفضهم الشارع وبجهد مضني ويقدموا سادة، ثم الشعب يقول ماذا نفعل لكم، كل ما نقدم لكم شخصية ترفضونها فيأتي شخصية أخرى غير هؤلاء. أسعد العيداني هو مرفوض لحد الآن، وهم يعلمون، كتلة البناء تعلم بأن أسعد العيداني لن يكون رئيس وزراء والشعب يدرك ذلك، لكن استخدموا هذا الأسلوب حتى الشعب يمل أنه كل ما نقدم شخصية أنتم ترفضون. يعني الحكومة أفهم من هذا الكلام أنها تريد يعني إلقاء اللوم على الشعب، هذا واحد. ثانيا المرشح الحقيقي لم تقدمه لحد الآن، لا قصي السهيل ولا أسعد العيداني ولا شيع السوداني، جميع هؤلاء. ثانيا جميع هؤلاء لم ينسحبوا بل فشلوا في إقناع الشعب أن يكونوا على رئاسة الوزراء، ماكو أحد انسحب، الجميع سعى لها جاهدا وعض عليها بالنواجذ حتى يكون رئيس وزراء. السوداني قصي السهيل، قصي السهيل اليوم يقول أنا أعتذر وأنسحب بكتاب رسمي، يا سيدي أنت ما حد قبل بك حتى تنسحب. نفس الشيء أيضا أسعد العيداني الذي واجه المتظاهرين السلميين به يعني شخصيا، هو شخصيا واجه المتظاهرين وحمايته ملثمين يعني حتى غير مكشوفين وكأنما هو ليس مسؤولا حكوميا، وقد واجه المتظاهرون، كيف يقدم مثل هذا لكي يكون رئيس وزراء؟ إذن هذه الأسماء طرحت لتحترق، هذه الأسماء نعم هي سواء لتحترق أم شيء، لكن هي تمويه لحد الآن في شخصية أخرى، لكن عندما شعب يقول أنه ماذا تريدون المتظاهرون، دخلنا في فراغ دستوري، دخلنا في كذا، ارضوا يا أخي بأي شخصية وهي انتخابات قادمة، الأمر ليس كذلك. لكن قيادة التظاهرات على مستوى عالي من الوعي وهي تدرك قدمه ويسقط، الشخصية الذي يريدها المتظاهرون غير الشخصية التي تريدها الحكومة، والعكس أيضا صحيح. فهي القضية هكذا، يعني صراع إرادات ويبقى مستمر. موضوع الكتلة الأكبر والفراغ الدستوري هذه كذبة لا تصدقوها، لأن لا يوجد كتلة أكبر في البرلمان العراقي، لأن الكتلة الأكبر هي التي تستطيع أن تشكل حكومة، الفائزة بالانتخابات كتلة سائرون ولن تستطيع تشكيل حكومة باعتبار 54 نائب، ما تمتلك أي نصاب حتى تشكل كتلة. وتحالف البناء نفس الشيء، تحالف البناء أقل منه لم يستطع تشكيل حكومة. إذا من هي الكتلة الأكبر؟ يا سيدي لا يوجد كتلة فائزة تستطيع تشكل حكومة، قوانين النظم البرلمانية جميعا الكتلة الفائزة في الانتخابات هي تعتبر الكتلة الأكبر. المحكمة الاتحادية العراقية غيرت هذا المفهوم بتفسير غريب لا قانوني ولا عرفي ولا يقبل بأي سياسي، خرافي ما يقبل به، أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان. من أين جبتم هذا التفسير؟ الكتلة الأكبر تفوز في الانتخابات، ولكن في تلك الفترة فاز الدكتور أياد علاوي بدعم من أغلب الشعب العراقي وأخذ 91 نائب، إيران لا تقبل بأياد علاوي ورفضته، وقد صرح الدكتور أياد علاوي على أمام الإعلام قالوا إيران لا تقبل به، فما سمحوا له بتشكيل حكومة وهو الفائز، غيروا مفهوم الكتلة الأكبر بأنه التي تتشكل داخل البرلمان، يعني أنت تشتري لك 4-5 دمم تصير أنت الكتلة الأكبر. إذا ضربوا العملية الديمقراطية وقتلوها يعني وأجهضوها كاملة، عملية انتخابية لا قيمة لها في العراق طالما أنت حتى لو فزت تكون الكتلة الأكبر. قصدي اليوم صراع إرادات موجود ما بين الشعب وما بين الحكومة، المرشح الحقيقي لم يظهر لحد الآن، لا أسعد العيداني ولا قصي السهيل ولا يوجد بهم من انسحب. نعم. طيب
فيما يتعلق بالحديث أيضا عن الكتلة الأكبر، كان هناك تصريح لنائب رئيس مجلس النواب العراقي دعا فيه الرئيس برهم صالح وقال له أنه يعني إذا أردت أن تكلف رئيس الوزراء كلف بغض النظر أن تعود لمن هي الكتلة الأكبر. هذا التصريح ما هي دلالاته اليوم؟ يعني شوف، اليوم عندنا الحكومة استقالت وقيلت الحكومة، بقت من الرئاسات الثلاثة اثنين، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. نعم. يخشون أنه معروف أنه سيد برهم صالح لحد هذه اللحظة محافظ إلى حد ما على موقعه كرئيس جمهورية أكثر من ما هو رئيس أكثر من رئاسة مجلس النواب. نعم. يراد أنه تعال أنت كلف حتى الشعب يرفض ويبدأ الشعب هذا يتكلم على رئاسة الجمهورية وهي السبب وإلى آخره. الرئاسات الثلاثة تريد واحد أن توقع بالأخرى. أن تتصور عندما سياسي وميليشياوي بنفس الوقت يصرح يقول أحد الرئاسات هي جزء من التظاهرات في العراق، يعني تتصور هذا المشهد العراقي، يقول أحد الرئاسات طبعا رئاسة الوزراء استقالت، منو ظل؟ لا رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، من هو؟ إذا واحد منهم مع المتظاهرين وهذا مسؤول كبير يتكلم به. إذا نحن في المشهد العراقي مشهد معقد جدا، مشهد معقد جدا. إيران وضعت يدها على الشعب العراقي وهيمنت على القرار السياسي العراقي والأمن العراقي، فيقتل الشعب العراقي ويسجن ويعتقل ويخفى قسريا والآخرين فقط يتفرجون، لأنه القرار بيد طهران وليس في بغداد. طيب اليوم فيما يتعلق بموضوع يعني الانتخابات، قانون الانتخابات الجديد، جدل ولغط وكثير من التساؤلات في الأسابيع الماضية وخلافات أيضا بين الكتل والأحزاب السياسية، مرر يوم أمس قانون الانتخابات الجديد. هذا القانون ما المغزى منه؟ لماذا تم تجديده اليوم يعني في زمن الثورة العراقية وفي زمن الاغتيالات وأيضا الاعتقالات للناشطين وخطف المتظاهرين أيضا؟ يعني شوفوا الكتل السياسية تتصور نفس أنها تستطيع أن تضحك على الشعب العراقي بحكم ما تمتلك من دهاء، وهم يعلمون وهم لا يعلمون بأن الشعب العراقي أصبح على قناعة كاملة أن هؤلاء لا يأتي منهم خيرا. يا سيدي، قانون الانتخابات الذي شرع هو شرع تحت الضغط، ولكن السؤال يطرح نفسه. طبعا هو شرع قوائم فردية وقوائم حزبية. نعم. اليوم أنت عندما تشرع هكذا قانون، القوائم الفردية لو فرضنا نزلت أي شخصية ميليشياوية تحمل السلاح والمال الحكومي، مال السحت ومال الخطف، نعم، من يستطيع أن ينافس هذا؟ على من يريد أن يشرع قانون انتخابات، أول شيء أن يجرد الأحزاب من أسلحتها، أن يجرد الأحزاب من مالها الخارجي ومالها المسروق. أنا ذاك تستطيع أن تشرع، أنت لا يمكن أن تطفر مباشرة إلى قانون انتخاب قبل قانون الأحزاب. يعني أنا أريد أسوي انتخابات غير عندي أحزاب، غير لابد من تشريع قانون أحزاب إذا حزب هو رسميا مخالف للدستور العراقي. الدستور العراقي يحظر تشكيل ميليشيات، يحظر مشاركة أي مسلح سواء كان القوات المسلحة من الحشد من الشرطة من أي جهة، ما يحظر عليهم الترشح، يحق لهم التصويت فقط. اليوم عندك قائمة البناء الفتح، هي تعتبر أكبر قائمة تضم جميع الميليشيات، هي بحد ذاتها القائمة غير دستورية، يعني الميليشيات كلها دخلت في هذه القائمة. طيب مو الدستور العراقي ينص على عدم مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات، وتقولون نحن حشد وجزء من القوات المسلحة؟ شوفوا الدستور وين الموضوع. إذن أخي العزيز، أنه أي قانون انتخابات ما لم يجرد الأحزاب من أجنحتها العسكرية حقيقة، يجردها تجريد حقيقي، ما يصير تجر انتخابات قيس الخزعلي يقول أنا قدمت استقالة، انتهت الانتخابات قال أنا رئيس القائمة، شو على من تضحكون؟ إذن الدستور أصبح مادة مطاطية يفصلون بها كيفما يريدون، يعني ولا يوجد دستور في العالم يتعامل معه السياسيين كما يتعامل الساس العراقي مع دستور، لا يوجد بالعالم أبدا. أنت شايفين ميليشيات تدخل انتخابات وهي تدير الانتخابات، ويأتي على منطقة مهجرة يقول إما فلان أن يفوز أو ما يبقى أحد بكم ساكن في داره. هذه انتخابات، إفشال الديمقراطية ليس سبب الشعب العراقي وإنما سبب هذه الميليشيات. الميليشيات والديمقراطية نقيضان يا سيدي. طيب. العسكري والديمقراطية نقيضان لا يستمعان. هذا القانون يعني منذ أن تم تداول الحديث عنه، مقتضى الصدر وأيضا التيار الصدري يعني تبنوا هذا القرار أو هذا القانون الجديد بشكل أكثر من باقي الأحزاب، وأيضا كان له تصريح اليوم قال فيه أن قانون الانتخابات سيقصي الأحزاب الفاسدة.
هذا التصريح يعني كيف ممكن تفسيره؟ لا لا يمكن، ولكن عادة التيار الصدري يستعجل في التصريح لعله يكون هناك ترويج للقرار ثم بعد ذلك يتراجع، ثم بعد ذلك يتراجع. 50% من القوائم للأحزاب خلاص أخذت 50، طيب 50 الأخرى للأفراد، والأفراد وين؟ يعني حسب المناطق وال يعني الحاز على أعلى الأصوات. كيف اليوم أنت تأتي بمرشح لنفسه واحد مسلح؟ ما مستعد أن يرشح، ما مستعد واحد وراء آلاف المسلحين، أنت جاي ترشح قباله هو بس مجرد ناس متظاهرين في ساحة التحرير قتلوا منه 500 17,000 جريح. كيف إذا نافسته في الانتخابات لن يبقي لك لا أهلا ولا ولد ولا بنت ولا كل شيء. فإذا التيار الصدري عادة ما يستعجل في ترويج القرار لكي يكون له حاضنة، بعدين الشعب العراقي راح يرفضه، بعد أيام راح تجد أنه تصريحاتهم يتراجعون عن هذا التأييد لهذا قانون الانتخاب. ما لم يجرد الأحزاب من أجنحتها العسكرية ومالها المسيطرة عليه لن يكون له أي قبول داخل الشعب العراقي. يعني في مختصر الكلام أن هذا القانون يمثل خدعة للأحزاب وللشعب العراقي. الديمقراطية جميع العملية الانتخابية في العراق تمثل خدعة ما لم تتجرد القوى السياسية من أجنحتها العسكرية ودخولها في الانتخابات. لا يمكن، لا يمكن أبدا. والقائمة والكتلة الأكبر هي الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل داخل مجلس النواب. قرار محكمة الاتحادية لازم يتراجعون عنه، الميليشيات لازم ما تدخل انتخابات، القوات المسلحة ما تشارك بالانتخابات، فقط تحمل العملية الديمقراطية. أنا ذاك نقول هناك انتخابات حرة نزيهة بإشراف دولي. اليوم لا ضمان من عدم تزوير، لا ضمان من عدم شراء ذمم، لا ضمان من الأمن، لأنه أنت ما توفر لي أمن إذا الميليشيات أقوى من الدولة وأقوى من الشرطة اللي واقف على صندوق الانتخاب. أنت كيف تضمن؟ وكم صندوق انتخاب احترق؟ ولاحظنا الانتخابات التي مضت كم نسبة المشاركة؟ 20% من الشعب العراقي فقط شارك، وهاي 20% أحرقوا الصناديق وزوروها وكل شيء. كيف تتكلم لي عن عملية سياسية وديمقراطية داخل الشعب العراقي؟ لابد الخلاص من هؤلاء ثم نبدأ في عملية سياسية جديدة. طيب الآن أستاذ حسين، يعني في آخر دقائق المتبقية من البرنامج نتابع أبرز التغريدات للناشطين العراقيين والمتابعين للمشهد العراقي. نبدأ مشاهدينا الكرام بالتغريدة الأولى لمصطفى سالم، والذي تحدث وقال: الرئاسة ومجلس النواب مجرد أسلحة سياسية تحاول تلميع قشرة النظام المتعفن في داخله، من يقف حاجزا ضد إسقاط النظام سرا وعلانية ليس فقط إيران وميليشياتها وفاسديها، بل من يسعى لبقاء المرجعية جزءا مهيمنا فيه، ودخول الخضراء يضع الوطنية في مواجهتهم، ولا يمكن للطائفي بناء دولة. أما التغريدة الثانية مشاهدينا الكرام لمحمد الجميلي، تحدث وقال: لا يمكن لأي ديمقراطية أو انتخابات حرة أن تجرى في بلد تحكمه الميليشيات، وأنا أقول لمن ينخدع بما يسمى قانون الانتخابات الجديد إن هذه الميليشيات ستقتل أي منافس لها في أي دائرة انتخابية، كما تفعل الآن مع الناشطين خطفا وقتلا. من يريد لثورته أن تنتصر فلا خيار سوى التغيير الجذري، شلع قلع. أما التغريدة الثالثة للسيد عماد السامرائي، الذي تحدث وقال: لا يجب أن تقع الثورة العراقية في فخ صناعة دكتاتوريات الثورية فتقدم مرشحا ثوريا سيقضي على الثورة لاحقا باسم الثورة. تلك التجربة المؤلمة التي عاشتها بلادنا بعد حقبة الاستعمار، يجب أن يكون هناك انتخاب مباشر من الشعب لقائد المرحلة الانتقالية. إذا لم يكن هناك أو إذا لم يكن هذا مطلب الثورة فستفشل حتما. أما التغريدة الرابعة مشاهدينا الكرام لشهوى القرداغي، الذي تحدث وقال: مرشح رئاسة الوزراء يجب أن يكون مقبولا من قبل خامنئي ولارجاني وولايتي وسليماني وحسن نصر الله وكوثراني، ثم من قادة الميليشيات في العراق، وأيضا يجب أن يحظى بقبول المرجعية الدينية ويضمن مصالح دول الجوار. فهل سيكترث بمطالب العراقيين أم سيتفرغ لتحقيق مطالب من أوصلوه إلى الكرسي؟ أما التغريدة الخامسة والأخيرة لكرم نعمة، تحدث وقال: لأول مرة تشعر النخب السياسية التي جلبها المحتل الأمريكي ليضعها في الحاضنة الإيرانية بجرح موقفها،
حيث تواجه ما يمكن أن يكون بداية لمساءلة قد تمتد لتصل إلى فتح أوراق السنوات الماضية وما تخللها من عمليات فساد كبرى دفعت بالعراق إلى أن يكون واحدا من أكثر دول العالم فسادا في التاريخ. أستاذ حسين، في ختام هذه الحلقة، كيف تابعت هذه التغريدات للناشطين العراقيين؟ والله جميعها مؤيدة، وهي جميع هذه التغريدات تعرف الشأن العراقي وقد شخصته تشخيصا دقيقا. القرار للميليشيات اليوم، الحكم في العراق حكم ثيوقراطي مقنن على دور على غرار ما كان في العصور الوسطى وعلى غرار ما موجود في إيران، استيرادة أو تصدير وليس استيراد، فرض التجربة الإيرانية على العراق بعد ما فشلت في إيران، يراد لها أن تنجح في العراق، وأن لها ذلك أن تنجح. لا يمكن للشعب العراقي أن يتقبل مثل هذه النظم التي تعتمد على السلطات الدينية أو يتنازع السلطة السياسية والسلطة الدينية. اليوم النظام، أي نظام سياسي، لا بد يكون أنه السلطة السياسية هي الحاكمة لجميع مؤسسات الدولة الدينية والأمنية والإعلامية وبقية المؤسسات، وإلا هذا النظام إما أن يكون دكتاتوريا عسكريا وإما أن يكون ثيوقراطيا مقننا على غرار ما كان في العصور الوسطى التي ثارت عليه أوروبا. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي العراقي السيد حسين السبعاوي، شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. وأيضا مشاهدينا الكرام، أشكر كل من شاركنا في هذه الحلقة، أيضا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، وأيضا الدكتور هلال الدليمي الباحث في الشأن العراقي، والشكر لكم موصول أيضا على حسن وطيب المتابعة. وصلنا لختام هذه الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف، فاصل قصير يصحبكم بعده هو الزميل حسين أبو شمالة في جولة الصحافة، فابقوا معنا.